السلام عليكم. احنا كالعادة كنا بنديروا حلقة يوم الخميس، ولكن طعنونا واضطرينا نأجلوها لعند يوم الجمعة. علاش يوم الجمعة؟ نقول لكم فيها كل هاجلة جت علينا احنا، كل ساعة براي فلان قبلوه فلان ما قبلوش، فلان طعنوه فلان ما طعنوش، فلان طعنوا فيه فلان طعن فيه، وفلان باتت فيه وفلان هوانا. وبما انهم مبوش يرسوا عليه بر، فان شاء الله استنونا يوم الجمعة بننزلوا مع العميمات وخلاص. ومن هنا لغدوة ان شاء الله صبروا لي بالكم وما تستعجلوش، وانتوا ما صدقتوا تشدوها في جرة بعضكم. والناس اللي شاد الصفحات والمنصات والرومات انت على كلابها يلهدوا بيكم وانتوا على سبلة. فواحدة واحدة واحدة واحدة، وما بردها نوعية، النوعية اللي يقولك لا اصلا بيصير ما انتخابات الدولة الفلانية بتطلع وبيقولونا وبيديرونا وبيديرونا محلاك، وانت تستنى في دول تانية تقرر في مصيرك محلاك. المهم الانتخابات امتى وين وكيف وعلاش حيبان ان شاء الله. وبالله اللوكلوك متاع اضراب واضراب، ولا بد ان الشعب يدير اضراب، ولازم توقف كلها ولازم خلاص. احنا بالله عليكم من امتى شفنا اضراب ما ولاش الا على المواطن؟ الاضراب الوحيد اللي ممكن يفيد البلاد هو الاضراب عن استخدام السلاح فقط، وهديك تبي لها دماغ. المهم المخزن كان سخر ربي غضوة، وانا توه حنصور من جديد، وان شاء الله ما فيش حاجة تتغير الا للأحسن. السلام عليكم.